وستتلقون إخوتي الشباب المتطوعين المكتتبين تكوينا مكثفا على مدى يومين حول طبيعة وأهداف المهام المكلفين بها والعوائق التي قد تعترض سبيل أداء مهامكم. وهنا أنتهز الفرصة لأخاطب فيكم اليوم الروح الوطنية العالية والإيمان الراسخ بخدمة الوطن، ولأدعوكم للعمل بجد وإخلاص من أجل تأدية مهامكم على أحسن وجه والإسهام في نشر الرسائل النبيلة للعمل التطوعي والخدمة المدنية. فأنتم ستبقون في أعيننا متطوعين أولاً وآخراً بغض النظر عن التحفيزات المادية التي ستحصلون عليها لتسهيل ظروف أداء مهامكم. في الختام أهنئكم إخوتي الشباب المتطوعين وأجدد شكري لشركائنا المحترمين، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح في مهامكم التطوعية، فأنتم دائماً وأبداً شعلة هذه الأمة الوضاءة وسراجها المنير وأملها الساطع، تستسهلون في سبيل رفع راية بلدكم وتنميته